ديناصور تحت سريري، إني خايف منه. استيقظ، إنه حلم فقط. الديناصورات انقرضت. لا أعرف لماذا حلمت بها. لقد انقرضت الديناصورات ولم يبقى لها وجود على كوكب الأرض. كيف انقرضت الديناصورات؟ يقول بعض العلماء إن نيزكا ضخما سقط من الفضاء على الأرض، وبسبب اصطدامه أحدث غيمة كبيرة من الغبار حجبت هذه الغيمة أشعة الشمس. ولكن ماذا حدث للديناصورات؟ هطلت الثلوج مدة طويلة فماتت كل النباتات، ولم يتحمل الديناصور الثلج فمات. ولكن هل جميع الديناصورات تأكل النباتات؟ بعض الديناصورات تأكل النباتات، وبعضها يأكل اللحوم مثل التيرانسوركس، وكان له أسنان كبيرة وقوية لكنه انقرض. هل أنت واثقة أنها انقرضت جميعها؟ نعم أنا واثقة، فلم يعد أحد يراها منذ أكثر من 65 مليون سنة. ولكن كيف عرفنا إذن بوجود الديناصورات؟ لقد وجد العلماء عظام بعض الديناصورات في التربة، وهناك في المتحف هيكل كامل لديناصور. خذيني إلى المتحف. حسناً سأخذك، ولكن ما هذا؟ لقد ظننت أن جميع الديناصورات انقرضت إلا هذا. لقد أحضره لي أبي اليوم. وبسبب هذا حلمت بها، والآن خذ ديناصورك وعد إلى النوم. تصبحين على خير. ماذا؟ كيف وماذا؟